بريطانيا، رئيس وزراء بريطانيا رح ينطال مهما على سياجه. عجقة دموية بأحد شوارع لندن، نكسة بالمواصلات الإنجليزية، العقار البريطاني ما بيبقى عصباته، خضة غير منتظرة بعالم استرليني الإنجليزي بما فيها المصارف وما يرتبط بها، جدل واسع غير مدروس حول التاج البريطاني، حزب العمال المهدد بخض بريطانيا، بعيش الأمير هاري انتفاضة، صحة السيدة كاميلا زوجة الملك تشارلز موضع إعلامي، الصحة ووضع النفسي، الطارق بينقل الأمير أندرو من عزلته لمطرح تاني، سيناريو مشبوه وغير بريء بيركب بين الملك تشارلز وولي العهد، مشهد دخان ونار داخل قصر باكينغهام، تطورات بتأثر على المغنية البريطانية أديل، كتابة وغناء وعيلة، الملك تشارلز بثورة عاطفية، بيرعى الملك تشارلز أكثر من مصالحة داخل باكينغهام، بيتعرض وجه نسائي من أفراد العائلة المالكة لحادث مؤلم، الملك تشارلز داخل مستشفى مش واضح عندي إذا هو المريض أو عم بيزور حدا، حادث ثنائي بضم الأمير الأميرين ويليام وهاري، ما بعرف نوع الحادث.